ربيع الحبوبي يزهر في المحافظات ويدشن موسم الإقالات. أيام ويحل الربيع وتتفتح الأزهار وتورق الأشجار، وربما يقال المحافظين، أي نعم، مثل ما شفنا الربيع العربي قبل 10 سنوات ربما نشوف ربيع المحافظين بالعراق قريبا. شنو ربيع المحافظين؟ ربيع المحافظين هو استمرار سقوط أحجار الدومينو بعد إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائلي. واضح أنه بعض المحافظات القريبة الشبيهة بذي قار واللي تتحكم بها نفس القوى السياسية، واضح هاي المحافظات انفتحت شهيتها وجاي يدور حديث عن إقالات قريبة لمحافظيها. وأنضج حركة هي مطالبة جمهور السماوة بإقالة أحمد منفي. الناس طلعت قرب ديوان المحافظة رفعوا نفس الشعار اللي رفعوه أهل الناصرية. عاد السماوة ناشطي الديوانية حاكين خشومهم وطلعوا تظاهرات أيضاً وطالبوا بإقالة المحافظ ونوابه. بالنجف أكو بوادر وبالحلة جاي يتحضرون، يعني طبخة الإقالة جاي تستوي وربيع الإقالات ربما يحل. وبحال نجحوا أهل السماوة بإقالة منفي ربما يصير سقوط البقية أسرع. هسه قصة إقالة المحافظين جديدة؟ لا طبعاً، يا من حكى بيها خصوصاً بعد تشرين. وبالعراق عادة ينعكس الصراع السياسي على المحافظين بشكل غير مباشر وأحياناً يكون حاد، لأنه الهيمنة على محافظة معينة معناها الهيمنة على مقدرات ومشاريع وصفقات، وكل هذا بالتالي يتحول لمال سياسي. وأفضل موسم لهيج صراعات هو الربيع اللي يسبق الانتخابات، ويبدو هو هذا اللي جاي يصير الآن. مع هذا الموضوع مو بس انتخابات، الموضوع قبل هاي إلى علاقة بالمعادلة السياسية اللي نشأت بعد تشرين. هاي المعادلة اختلفت تماماً، واتضح أن محافظات الجنوب والفرات ممكن تقلب المائدة. وهناك من يعتقد مثلاً أن الناصرية صارت عاصمة الثورة وأمسكت اللجام وجاي تتحول إلى عقل مفكر وغرفة إدارة عمليات، بالتالي هي اللي جاي تقود حراك الجماهير بالمدن الأخرى. هذا التغيير الجوهري أقلق بعض القوى السياسية المحسوبة على الخندق المضاد لتشرين، ولهذا بدأت تشتغل على شيطنة الاحتجاجات وتحويل الناصرية إلى بعبع. زعيم دولة القانون على سبيل المثال حذر قبل فترة من أن حراك الناصرية مقدمة لإعلان إقليم الجنوب. طيب الحكومة شنو موقفها؟ حسب ما عرفنا أن المحتجين بالناصرية مجتمعين قبل يومين وموصلين رسالة إلى الحكومة أنهم لا يرغبون ببقاء عبد الغني الأسدي، ولازم يتبدل ويتم اختيار شخصية مدنية. واللي عرفناه أن الحكومة ما مستعدة تغيره، ومبلغين قيادة الاحتجاجات أن الرجل باقي حتى الانتخابات. اللي يصح الناصرية يصح السماوة والنجف والديوانية والحلة. هذا قرار الحكومة، إذا غيرنا المحافظين فبنفس الطريقة، ولا تتوقعون نبدلهم حتى إجراء الانتخابات. نقطة راس سطر. هسه شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير حسب توقعاتنا انه ربيع الإقالات قادم،
والصراع راح يشتد بالفترة الجاية. بعض المحافظين ربما يسقطون بسهولة، وبعضهم يراد لهم وقت، لكن بالمحصلة الأخيرة لا مهرب من قدوم الربيع، خصوصا إذا كان الربيع يسبق الانتخابات. هسه وصلت الرسالة؟ حياكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ورحب بضيوفي الكرام دكتور نجم عبد الطارش الغزي، أستاذ في جامعة ذي قار، وأيضا معي الأستاذ فارس حرام ناشط وأكاديمي من النجف، ومعي أو سينضم معي الشيخ حيدر اللامي عضو ائتلاف دولة القانون من بغداد. قبل لا ندخل بموضوع الحلقة، خبر مفاجئ وصادم أيضا هو اغتيال والد المحامي المختطف علي جاسب. والد المحامي علي جاسب أغلب العراقيين يعرفوه، كان يطالب دائما بمصير ابنه، وتنبأ بمصيره، قال ممكن أنه يقتلوني. خلينا نشوف هذا الفيديو. فأنا اليوم في خطر، حياتي في خطر، لكن ما يهمني، لأنه أنا الضيعة أكبر من حياتي، أنا مضيع ولده وجاز اليوم أنا أتعرض إلى القتل. فأنا أناشد رئيس الوزراء أن يتدخل، وأريد أتشرف به بمقابلة، لأنه عندي كلام خاص وياه أحجيه. طبعا المعلومات اللي متوفرة عندنا الآن أنه والد علي جاسب كان حاضر مناسبة ذكرى استشهاد الناشط عبد القدوس في العمارة، عندما خرج من هذه المناسبة تم اغتياله، والمعلومات المتوفرة لحد الآن عندنا أنه عن طريق دراجة. مأساة كبيرة، المفروض الحكومة العراقية، شو تسوي الحكومة العراقية؟ ما أعرف، بس السيد مصطفى الكاظمي أخذ عهد على نفسه أنه يقدم قتلة المتظاهرين وخاطفيهم إلى العدالة. ما أعرف السيد مصطفى الكاظم شلون راح يكون رأيه. بالأمس تم اختطاف ابن أحد الناشطين، اليوم تم إطلاق سراحة، وما نعرف حقيقة هل هذه مسرحية الاختطاف والإطلاق؟ يعني ممكن أنه تعاملوا مع ابن المختطف أيوب مثلا بهذه الطريقة، أنه راح نطلع ابنك على أن تتحدث بهذه الطريقة للإعلام. هذه صورة والد علي جاسب ويحمل صورة ابنه. أنتقل للدكتور نجم عبد الطارش، يعني تشرين كلها في خطر دكتور نجم، يعني من الناصرية إلى السماوة إلى العمارة إلى النجف إلى كربلاء، يعني ما أعرف شلون راح يكون مستقبل الاحتجاج في العراق وسط غياب الأمن وعجز الحكومة برأيك. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. حقيقة كلمات لا تستطيع أن تصف مقدار الحزن اللي واجهناه، يعني قبل دقائق بوفاة أو باستشهاد والد المحامي علي جاسب. للأسف حقيقة مصيبة كبرى تلحق بالشعب العراقي عموما، ونصل إلى مرحلة الاقتتال والصراع المجتمعي الذي هو أخطر تماما حتى من الحرب على داعش، لأنه المجتمع العراقي عموما كان لديه بعض القواعد التي يمكن الاستناد عليها، لكن الآن في ظل هذا الجنون من جنون القتل وعملية التصفيات لا نستطيع أنه نميز ما بين الأطراف، والحكومة مشلولة، الأطراف الأخرى لا نعرف من الذي يقوم بهذه العمليات. ليس تشرين يا سيدي يا سيد عدنان في خطر، بل البلد في خطر، بل المجتمع العراقي كله في خطر،
بل العملية السياسية التي بنيت قبل حوالي تقريبا أكثر من 18 سنة في قطر، البلد في منزلق خطير جدا، لا نعرف ما تقول له الأيام. للأسف صناع القرار على مستوياتهم المختلفة في العراق ردود أفعالهم لا ترتقي إلى مستوى الأزمة، وصار وضعنا كل يوم نحسب شخص يستشهد أو شخص يغيب، وبعد يومين أو ثلاثة ينسى هذا الشخص بمجيء شخص آخر ليحل محله، وأصبحت كأنما مسلسل عادي في حياة العراقيين. الرحمة لوالد علي كاسب، وإن شاء الله يكون علي كاسب على أقل عزاء لهذه العائلة، عسى لعله مصيره أن يكشف قريبا إن شاء الله. أستاذ فارس، دكتور فارس، يعني تعليقك على استشهاد والد المحامي المختطف علي كاسب. تحياتي لك عزيزي أستاذ عدنان، ضيفك الكريم الدكتور نجدي، ولجمهور الكريم. الحقيقة يعني اللغة تعجز عن التعبير عن مكنون حزن إزاء هذه الأخبار، ولكن يمكن القول صار أن هذا الاستشهاد هو وسام جديد على صدور شرفاء العراق وأصحاب الضمير، وعار يضاف قتل الذين ترعبهم حتى الأصوات السلمية، يرعبهم صوت الاحتجاج، ويرعبهم حركات التصحيح التي تريد أن تصحح الحياة النظام السياسي في هذا. يعني فاجعة كبيرة، تعازينا لذوي الشهيد، فعلا أتمنى أن يكون ابن الشهيد المختطف علي كاسب يكون حيا يرزق. والحقيقة يعني أنا أعيد ما قلته أستاذ عدنان، لأن ما الذي تفعله الحكومة؟ الحكومة تقف عاجزة تماما عما يحدث، ووعود رئيس الوزراء استمعنا إليها طوال الشهور الماضية بأنه سيلاحق القتلة أو الخاطفين، في الحقيقة حتى الآن لا يبدو أنها ستفضي إلى. دكتور نجم، نرجع إلى موضوع الحلقة، يعني إحنا ممكن نتناول هذا الموضوع يوم غد، يعني إذا يعني موضوع مهم جدا. عندنا زملاء أيضا أستاذ فارس ودكتور نجم، يعني توفيق التميمي ومازل لطيف، ويعني مختطفين وما نعرف مصيرهم لحد الآن، يستحقون أنه نتوقف عندهم. أتمنى أنه باكر نشتغل على هذا الموضوع، بس خليني نرجع إلى موضوع حلقتنا اليوم وأسأل دكتور نجم، يعني بعد حراك الحبوبي وإقالة ناظم الوائلي، على ما يبدو بقية المحافظات تشجع الدكتور نجم، والسماوة أمهلت، أيضا الديوانية تتحرك، أيضا على الطريق بابل والنجف، يعني بالضرورة أنه وصفة الحبوبي في تغيير المحافظ ممكن أن تنطبق على باقي المحافظات. دكتور تفضل. عدنان حبيبي الغالي، يعني القضية تتعلق في المحافظات، أن المحافظات الوسط والجنوب تقريبا أو كل البلاد متشابهة في ظروفها، لكنه القضية الأساسية أنه الناس أصبحوا ينظرون إلى الناصرية باعتبار إلها رمزية ولها مركزية في الحراك، فما تفعله الناصرية ربما يمكن أن يكون يعني ملهم لكثير من الشباب في المحافظات الأخرى. الناصرية بإقالة ناظم الوائلي فتح الباب واسعا لعملية تغيير، التغيير أما أن يأتي عن طريق الآليات التقليدية التي قامت بها الأطراف السياسية الفاعلة، أو أن يأتي عن طريق متغير جديد. في السابق لم يكن هذا المتغير الجديد موجود، اللي هم شباب تشرين، وهو الاحتجاج السلمي. احنا في الناصرية شو اللي صار عندنا؟ اللي صار عندنا انه السيد عادل الدخيل استقال، ربما المحافظة الوحيدة اللي صار فيها فراغ إداري. بظل غياب مجالس المحافظات، ما الذي حدث؟ انه البرلمان لم يستطع ان يحل هذه الإشكالية الا من خلال ارسال خطاب الى مجلس شورى الدولة. مجلس شورى الدولة قال انه صلاحية تعيين محافظ في المحافظات التي لا توجد فيها مجالس محافظات، وطبعا هي الحالة كانت وحيدة عن الناصرية، هو أعطى الصلاحية لمجلس الوزراء بتكليف شخص المحافظ، وقام السيد رئيس الوزراء بهذه العملية من خلال آلية، ربما هذه الآلية لم تكن دستورية أيضا. هذه الآلية أنه نواب محافظة ذقار 19 عضو، 17 منهم وقعوا على مجيء السيد ناظم الوائلي، وطبعا في القانون ليس في الدستور والقانون ليس لهم صلاحيات أن يقوموا بهذا العمل، ولكن رئيس الوزراء أخذ بمبدأ التوافقات السياسية وليست الإطار القانوني والدستوري، وتم المجيء بالسيد ناظم الوائلي. بعد أن غاب السيد ناظم الوائلي في ظل أحداث متغيرة،
الآن الأمر يفرض نفسه، هل نعود مرة أخرى إلى أنه نواب المحافظة يتوافقون فيما بينهم ويرسلوا خطاب إلى السيد رئيس الوزراء ليمارس صلاحياته؟ طيب. هناك اتجاهين، اتجاه يقول أنه رئيس الوزراء لا يستطيع أن يعني يعين باعتباره يعني هذا الأمر ليس معهودا له، وإنما يستطيع أن يكلف باعتباره رئيس السلطة التنفيذية. الآن المتغير الجديد اللي حدث أنه الشباب أو الحراك قال أنه كل العمليات التي تمت في الفترة السابقة هي لم تنتج لنا محافظ يمكن أن يصل إلى مستوى حل مشاكل المحافظة، لذلك لنأخذ زمام المبادرة ونقوم بعملية رفع أسماء، يعني ليس في عملية اختيار، لأن الاختيار دستوريا هو يعود إلى السيد رئيس الوزراء. ما سمعناه اليوم في محافظة المثنى بيان العشائر قبل قليل يتكلمون عن أنه هذه القرارات غير قانونية وغير دستورية. طبعا هو القرار يعني الحراك أو الحبوبي أو الساحات أو ربما الاجتماعات اللي صارت في الناصرية، سماوة يقولون خلوها إلى الانتخابات، سماوة يقولون اتركوا الموضوع إلى طبعا الموضوع خلوها للانتخابات، خلوها للانتخابات في ظل احتقان سياسي. هذا البيان اللي صدر من شيوخ السماوة، هسه ما أعرف إيش قد يمثلون من شيوخ السماوة، هم بس هو هذا. نعم إيه؟ طبعا انا سمعت البيان، بيان شيوخ السماوه انه خلوها للانتخابات. احنا الان موضوع السماوه ربما لها تفاصيل اخرى غير تفاصيل، اكو مشتركات بين السماوه والناصريه، اكو عمومي، اكو خصوصيات. في خصوصيه وضع الناصريه الان انه الاختيار اللي تم بعد قالت مجلس المحافظه وتجميد مجالس المحافظات لم يحل المشكله السياسيه والاداريه والخدميه في المحافظه، لذلك بالنهايه قال الشباب انه احنا لابد ان تكون هناك يعني دور لعملية تشرين في اختيار محافظ جديد. أنا أعتقد أنه بالنهاية اختيار محافظ من طرف دون طرف ربما يعني يؤدي إلى تعقيد نفس المشكلة. طيب. لذلك أعتقد أنه على السلطة الآن أن تتراجع قليلا عن وضعها السابق. طيب. وتعترف بالأخطاء. أهم مشكلة سأل عدنان، وبس اسمح لي في نصف دقيقة أقول بهذا الموضوع أو أترك لزميلي الأستاذ فارس حرام وبعد ذلك أعلق على هذا الموضوع. الأمر يتعلق بقضية أول مشكلة لحل أو أول خطوة لحل أي مشكلة أو أي أزمة هو الاعتراف بهذه الأزمة أو هذه المشكلة. لحد الآن صانع القرار السياسي في العراق لم يعترف بوجود مشكلة، الفاعل السياسي لحد الآن يتعامل معها فتنة، يتعامل معها مؤامرة خارجية، يتعامل معها تدخل خارجي، لذلك نحن بعيدون جدا عن الوصول إلى حل في ظل هذه الظروف. جميل. وأعتقد أن ظروف الانفلات السياسي والأمني وتردي الخدمات ستستمر في ظل هذا الغياب وهذا الصراع. سابقا لم يكن الناس يدخلون في عملية الصراع وكانت الصراعات تقوم بين الأحزاب نفسها، الآن دخل متغير جديد لا تريد الأحزاب أن تعترف به ومستعدة أن تتحالف مع بعضها لمواجهة الخصم الجديد أو لمواجهة المنافس الجديد. النجف دخلت عندنا استاذ فارس حرام، النجف دخلت بقوه على خط حراك اقاله المحافظين ومتظاهريها، اصدروا بيان مهله 3 أيام بدءا من الجمعه وحتى يوم الاحد اذا لم يقدم المحافظ استقاله، يعني من الاربعاء عفوا الى الجمعه. زين نجف اختارت التوقيت المناسب مثلا لإقالة المحافظ استاذ فارس؟ هو كل التوقيتات مناسبة لتغيير المحافظ ولتغيير الطريقة التي تدار بها الدولة، بل تأخر كثيرا تغيير المحافظ سواء في النجف او في كل المحافظات العراقية. العراق يدار منذ سنوات بطريقة عبارة عن نهب منظم المال العام وهيمنة على كل مفاصل الدولة ومنع المستقلين، منع الأحرار، منع الكفاءات من أن تأخذ دورها في إدارة البلد. فأعتقد كل التوقيتات هي مناسبة، علما أنه النجف منذ حزيران الماضي حوالي قبل 9 أشهر هي أيضا قامت بحراك قبل المحافظات الأخرى لتغيير محافظ النجف، وايضا كان حراكا يعني اوشك ان يكون دمويا، والحمد لله يعني لم يسقط شهداء في ذلك الحراك. اعتقد ان الطريقه التي يعين فيها المحافظون سنوات انتج نتائجها على الواقع، وهي انه افرغت المحافظات من محتواها الاقتصادي
قدرات ابنائها على الدار الحقيقيه الفاعله، وتم بيع المحافظات كامل، يعني المناطق الخضراء، الاستثمارات، السيطره على الحركه الاقتصاديه داخل المحافظه لازم تسيطر عليها الاحزاب، كلها تتم عن طريق المحافظه. فالمحافظون هم عقبه كبيره واداء تقف امام يعني بس انت تتخيل والتفكير. الاحزاب والقوى السياسيه راح تسمح استاذ فارس، يعني راح يسمحون بان يكون دور لتشرين دور سياسي وتغيير المحافظين مثلا، تسمح لهم؟ لا طبعا، هم مثل ما تفضل الدكتور نجم ما عندهم غير اسطوانه انه هذه مؤامره وان ما يحدث هو عمليه التفاف على العمليه السياسيه وغيرها، وكانهم هم حراس العمليه السياسيه وليسوا مخربيها. هم مخربوا العمليه السياسيه للقائل، وهم الخطر الذي يشكل على النظام. نحن لا نتوقع منهم ان يسمحوا بالتغيير، طبعا كل سلطه في العالم ولا سيما السلطات الفاسده والهوجاء هي سلطات عمياء لا تنظر الا نفسها وتعتقد هي دائما على حق، تتمسك بالسلطه الى اخر قدر ممكن. سيحاولون قتل الشباب، سيحاولون الاغتيالات والقتل كما نشاهده كل يوم من هذه الإجراءات التعسفية التي يقوم بها، ولكن في الأخير إذا نظرنا نظرة بمنظار تاريخ هم الآن خارج عمليين من الناحية العملية، الطبقة السياسية الآن هي خارج التاريخ، الآن يدخله الشباب الاحتجاجات التي يقومون بها بأن كل سلطة تقتل شعبها هي تضع قدمها قبل غيرها على أرض على طريق الزواج وغادر. طيب دكتور نجم، بذي قار حصل مؤتمر عشائري أكد رفض تعيين محافظ للمدينة خارج الأطر الدستورية، يعني وعبر فرض الإرادات، يعني هذا الموقف يدعم مطالب ساحة الحبوبي، أم برأيك هذا المؤتمر يلتف على مطالب ساحة الحبوبي؟ عدنان، البيان سبق دعوة والدعوة كانت واضحة وبيانها كان واضح أنه إذا يعني كالآتي، حقيقة كانوا واضحين ووفروا جهد ووقت وما كان هناك نوع من عملية الالتفاف. قالوا أنه في قبل مجيء الانتخابات لن نسمح للجوكرية ونسمح لقطاع الطرق ولن نسمح لبعض الشيوخ الذين يدخلون في العملية السياسية بأن يسيطروا على الواقع السياسي في محافظة ذي قار التي يمكن أن يمتد تأثيرها إلى المحافظات الأخرى قبل الانتخابات. حقيقة كانوا واضحين، يقول لك أنه سقوط محافظة ذي قار أو ربما على سبيل المثال خروج محافظة ذي قار من سيطرة التوافقات الحزبية هذا راح يمتد، وهم تنبؤوا بذلك، ولذلك بعد يوم أو يومين حدث ما حدث في السماوة وحدث ما حدث في الحلة والكوت، كانت القضية واضحة فيها. لذلك أنا أعتقد أنه هذا صراع جديد مجتمعي، وهذا أخطر حتى من الصراع السياسي، لأنه شفنا في الناصرية أنه هناك يعني كأنما هناك تنافس عشائري لمحاولة أطراف تدعم وأطراف ضد هذا، وصارت اجتماعات ليس فقط في المؤتمر اللي حضرتك ربما تكلمت عنه، حتى داخل مدينة الناصرية هناك بعض الاجتماعات الجانبية، وفي عشائر كثيرة كل عشيرة من العشائر كان لها موقف في هذا الاتجاه. لذلك أنا أعتقد أنه القضية الأساسية في هذا الموضوع وحضرتك طرحته والأستاذ فارس تكلم عنه، أنه التوازنات اللي قامت بالعراق صار لها 17 سنة أو 18 سنة، هل تسمح القوى الدولية والقوى الإقليمية بإرباكها من خلال مجموعة شباب في الحراك تعرضوا إلى القتل وتعرضوا إلى التهجير وتعرضوا إلى الإبادة الكاملة؟ أنا أعتقد أنه الأطراف الدولية والأطراف الإقليمية لها مصالح كبيرة، يعني الشأن السياسي في العراق لم يعد شأنا يملكه أهل البلاد أنفسهم، وإنما هناك تداخلات ومصالح لأطراف دولية وإقليمية. دكتور وضح لي موقف العشائر، يعني إحنا شفنا موقفين متباينين، يعني السماوة والناصرية، هذه العشائر عندها مواقف سياسية، عشائر متحزبة، عشائر تنتمي إلى جهات سياسية. اي طبعا، يعني احنا نسيجنا العشائري هو ليس بعيد، وهذه القضيه ليست جديده، حتى في ايام النظام السابق كان العشائر يعني لهم دور، بعض العشائر كانت مع النظام، بعض العشائر كانت مع النظام، بعض العشائر كانت لها مواقف معينه، وهذا استمر الدور العشائري، ودور العشائر في السياسه العراقيه بالحقيقه ليس جديد منذ تاسيس الدوله العراقيه وحتى ما قبل تاسيس الدوله العراقيه، باعتبار البنى
ما قبل الدولة في المجتمع العراقي هي العشيرة. نعم كان لهم دور، وكما ذكرت لحضرتك منذ تأسيس الدولة العراقية كان لهم دور، الآن هذا الدور هو محاولة للإبقاء والاستمرار ومحاولة استرداد زمام الأمور. العشائر لا تريد أن تفلت الأمور منها، وإنما تحاول أن تبين موقف نحن موجودون، ووجودنا هذا لابد أن يؤطر بإطار سياسي. لكن هذا الموضوع يعني دخول العشائر على الخط بهذه الطريقة، يعني وسمعت أنا بيان العشائر السماوة يقول أنه تغيير المحافظ بهذه الطريقة غير حضاري. يعني ما هو غير الحضاري؟ إحنا عدة تغيير المحافظ يتم وفق لأسس قانونية وأسس دستورية ومصلحة الناس، ماكو شيء اسمه حضاري أو غير حضاري، وإن المعيار لذلك أنه ما هو الإطار القانوني والدستوري اللي يشمل عمل المحافظ وتغيير المحافظ، وبنفس الوقت المصالح والتوازنات. يعني تعرف استاذ عدنان، يعني في بعض الاحيان حكومه منتخبه في كل دول العالم في ظل نظام ديمقراطي تظهر مظاهرات، يتم الدعوه الى انتخابات جديده وحل البرلمان، هذه حلول للازمات. اما انه نحن ما نعترف بالازمات ونتجاهلها ونحاول نعهدها الى اطراف اخرى لا يعني انه الازمات ستخف، وانما الازمات ستزداد. لذلك نقول بكل وضوح وبكل صراحه دخول اطراف جديده في مناطقنا على الصراع سيؤدي الى تعقيد الصراع، وللاسف الاطراف السياسيه يعني وكانما تتشفى وكانما تستمتع بهذا الصراع، وكانما هي تريد ان يكون هذا الصراع حتى تبقى هي متواجده لاطول فتره طيب ممكنه. حديث دكتور هذا الصراع ممكن ان يكون اكو حديث، يعني خلينا اسال هذا الشيء الاستاذ فارس، اكو حديث للسيد المالكي زعيم ائتلاف دوله القانون عن مخطط خطير مركزه الناصريه لاقامه اقليم خلينا نسميه تشرينستان مثلا، زين برايك هذا 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 المخطط موجود واقعي؟ يعني لماذا السيد المالكي يوجه مثل هكذا اتهام للحراك ويقول مركزة الناصرية هناك مخطط مركزة الناصرية لتقسيم العراق ولإقامة إقليم في الناصرية؟ أستاذ فارس. والله بصراحة أستاذ عدنان، يعني السيد المالكي قضى عمره هو يتكلم عن المؤامرات، ما كشف لنا ولا مرة مؤامرة. هو كان رئيس وزراء عام 2014 وحدث أكبر مؤامرة في التاريخ العراقي المعاصر هي سقوط 3 محافظات، وكأنه ليس رئيسا للوزراء، كيف دخلوا وكيف هيمنوا على هذه المحافظات وكيف أفرغ الجيش العراقي من مستواه، هذه كانت مؤامرات هو كان رئيس وزراء، فكيف يتحدث عن مؤامرات وخارج يعني خارج قيادة البلد؟ القضية لا تخلو دفاع سياسي عن السلطة وتخوف من التغيير القادم، والتشبث بمثل هذه التفسيرات هو يعكس حقيقة إفلاس سياسي، يعكس أي شيء آخر. تم السيد المالكي يتجاهل، يعني لم نسمع منه كلاما واحدا الشهداء المئات الذين سقطوا منذ سنتين في هذه الاحتجاجات والاحتجاجات التي قبلها، ولم يتحدث الأخطاء التي حد الدولة إلا في شكل يلوم فيه خصومة سياسية فقط، لا يتحدث عن دولة وأيضا يعني في المأساة التي وصلت فيها الدولة العراقية 8 سنوات من حكمه. فلذلك أعتقد الكلام عن المؤامرات هو أسطوانة مشروخة وتعكس. لا بس هو لازم تأخذ بنظر الاعتبار القوة السياسية كيف تنظر إلى الحراكات الشعبية الموجودة، تشكيك، مؤامرات، دوافع خارجية، تقسيم. القوى السياسية الآن تنظر إلى ما يجري الآن في الناصرية، السماوة، النجف، هاي نظرتها. بزمن صدام حسين كان اللي إذا شاب عراقي يقح قحة صغيرة على النظام يقولوا له أنت عدو الأمة وعدو الشعب وعدو القائد وغيره، يعني هو ما يسوي شيء بس حكي حكاية وراح صلى راح يصلي بمكان. هاي السلطة متعودين عليها. وأنا اللي يعني الشيء العجيب والغريب أنهم كل كانوا هم نفسهم المعارضة صدام كانوا أنفسهم يشكون من هذا التشكيك وتجيير كل حركات الاحتجاج التي كانت ضد صدام والمعارضة اللي كانت خارج العراق ضد صدام، كانوا يشكون من أنها تجير على أنها عداوة للشعب وعداوة للنظام السياسي بصورة عامة وليس عملية تطلع للتغيير وإلى غيره. الآن هم يقومون بما قام به صدام،
وكأنهم لكثرة ما عارضوه أصبحوا يتشققون. طيب يعني معقول اللي عارض صدام اليوم يخطأ ويعني يتهمكم مثلا أستاذ فارس؟ مو عندهم تاريخ، عندهم تاريخ نضالي وجهادي وعندهم مواقف مثلا بمعارضة صدام، ليش ما يكونون هم يعني فطنين مثلا، فطنين للمؤامرات وفعلا هناك مخطط لتقسيم العراق من الناصرية؟ يعني هو العمل يقاس بنتائجه، خاصة بالسياسة، السياسة يقاس بنتائجه. يعني هم عارضوا صدام حسين وادعوا أن هذه المعارضة هي لغرض تغيير العراق وجعله بلدا ديمقراطيا حرا تعدديا فيه كرامة للإنسان، فيه استخدام لثروات البلد، استخدام اللي صار. وين صار هذا؟ أنتجوا؟ ما أنتجوا. إذن هم كانوا معارضين لغرض الحصول على السلطة. يعني الأمور تقاس بنتائجها. نتيجة معارضتهم أنه هم طلاب سلطة، هذا ما أثبت إليه الواقع. وبالفعل هم حتى هذه اللحظة المحافظات التي يقولون بين قوسين نحن نمثلها الشيعية هي أكثر محافظات تنوب بحمل بأوزارهم، وهي أكثر محافظات متخلفة وبنيتها التحتية محطمة وفيها بيع وشراء للذمم وبيع وشراء حتى للأراضي الخضراء التي تسيطر عليها يعني الأحزاب وتحولها إلى استثمارات تدر عليها ملايين. دكتور نجم، باعتبارك يعني أنت أستاذ سياسة وأيضا ابن الناصرية، أكو لمحت إلى أنه هناك توجه من قبل محتجي تشرين، شباب تشرين، التظاهرات لإقامة إقليم مثلا، أو توجه لاحظت لديهم مثلا بدوافع خارجية لتقسيم البلد. يعني هاي الدعوة اللي دعالها أو التصريح اللي صرح السيد المالكي إلى مثلا مدلولاته في تظاهرات الناصرية أم لا؟ السلام عليكم. العفو استاذ عدنان، يعني قضية السيد المالكي مع احترامنا وتقديرنا له دائما كان يتكلم بلغة عندي ملفات، عندي ملفات. في مرة من المرات انا اتذكر كان احد اعضاء البرلمان اسمه عبد الناصر الجنابي جالس امام السيد المالكي مباشرة وتكلم مع السيد المالكي بشكل اعتراض. عبد الناصر الجنابي معروف بالعراق، فماذا كان رد السيد المالكي عليه؟ بكل صراحة قال له عبد الناصر الجنابي: من اطلع عليك ملفات ال 150 شخص اللي قتلتهم بالبحيرات حتى تكون عندك هناك الحكومة غير مشروعة. يعني تصور ملف 150 شخص القتلوا في البحيرات، وهو يعرف انه عبد الناصر الجنابي امام مجالس، وبعد ذلك عبد الناصر الجنابي طبعا خرج. كان السيد المالكي يعتبرها ملفات. في مره من المرات كان يقول انا لو اعرض الملفات في البرلمان تصير بالبوكسات، بهاللهجه هذه يتكلم. القضيه فيما يتعلق بموضوع الناصريه والمزايده على موضوع الناصريه، لا احد يعرف سيكولوجيه اهل الناصريه. الناصريه خلال تاريخ الدوله العراقيه وما قبل ذلك اكثر الناس الذين تحملوا عبء ووزر الدفاع عن الدوله العراقيه والدفاع عن العراق موحدهم اهل الناصريه. حتى الدعوات في بدايه 2003 لدعوه اتحاديه كانت في الناصريه غير مرغوبه. بالعكس الحراك التشريني او حراك شباب تشرين عموما يعني اكثر ما يكون بعيد عن قضيه ما يسمى بالفدراليات. يعني الموضوع بالحراك هو كان رد فعل على قضيه المكون. حتى كلمه المكونات كانوا كثير من الشباب لا يقبلوها، كثير من الشباب يعني يعترضون على من يتكلم او اي شخص يتكلم بمصطلح شيعي او سني. كان هناك دعوه لخطاب وطني. بالعكس الناصريه واعتقد كل العراق في الفتره الاخيره، يعني لانه احنا سئمنا من عمليه المحاصصات والتقسيم، فبعيد كل البعد هذا الموضوع عن وضع الناصريه. للاسف اتهام الناصريه بهذه الطريقه هي لزياده الضغط على الناصريه، لزياده الضغط وتبرير الضغط على هذه المدينه، وكأنما هذه المدينة خارج الجغرافيا العراقية، وكأنما هذه المدينة لم يكن لها دور حتى في حركات أحزاب الإسلام السياسي. يعني أكثر الذين ضحوا سواء في الفترة حكم صدام حسين أو في فترة الفتوى للحشد الشعبي هم الأبناء الناصرية. الآن لماذا يقال على الناصرية بهذه الطريقة؟ يقال لتبرير عملية التجاوزات وعملية الاستهداف والإيهام الرأي العام بأنه حراك الناصرية هو حراك خطير، لذلك يجب أنه نستخدم تجاهها كل الوسائل لقمعه. للأسف تمر هذه الرؤية على البعض، لكن الآن أعتقد الناس أكثر وعي من السابق، ولا يمكن أن تمر هذه الدعوات بهذه السهولة. طيب يعني أهلا ومرحبا بالشيخ حيدر اللامي، عضو ائتلاف دولة القانون. على ما يبدو أنه أكو ازدحامات وزيارة وتأخر الشيخ. مرحبا بك شيخنا. نتحدث يعني بالضبط، أنت وصلت في حديثنا عن تصريح السيد المالكي
حول هناك مخطط لتقسيم البلاد وإقامة إقليم في مدينة الناصرية. أستاذ فارس طبعا رفض هذا الموضوع تماما، وأيضا دكتور نجم، معاناة الناصرية مختلفة وليست هناك أي مدلولات حول هذا المشروع. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى ضيفيك وعلى جميع الأخوة المشاهدين والمشاهدات. أعظم الله لنا ولكم الأجر بشهادة الإمام موسى بن جعفر. واقعا أنا أعتذر جدا على تأخري لأن الازدحامات وسيطرات، فأعتذر يعني على ما صدر. يعني أولا قضية السيد المالكي في أنا ما أعرف شنو اللي كان قبل الدار الحديث، لكن أتكلم عن تصريح السيد المالكي. بالضبط. السيد المالكي لديه علاقات كبيرة داخلية وخارجية، وأيضا هذه العلاقات لديه معرفة بما يدور بالمنطقة والعراق والتأثيرات على كل حركة تكون في داخل العراق، سواء كانت في الشمال، الوسط، الجنوب. فأذكر قبل لا تكون التظاهرات تشرين، وقبل لا تكون كثير من الأمور، السيد المالكي تحدث عن هذه الفوضى التي سوف تكون في حينها، أصبحت فوضى في العراق من اعتداءات على المدارس، على المراكز اللي تابعة للأحزاب أو المعسكرات التابعة للحشد، وحتى الجامعات والاعتداء على الأساتذة الجامعين وغلق المدارس والأساتذة. هذا كل أمر كان السيد المالكي حذر من عنده في لقاء مع لفيف من وجهاء بغداد، وقال نحن مقبلون على هناك كثير من خلط الأوراق، قد يكون من أمريكا ومن إسرائيل، وعلينا أن نكون تحت سقف الدستور ويكون يجمعنا البرلمان. فالسيد المالكي أوضح أن هناك بعض الأمور التي تدار. كذلك السيد المالكي من خلال كلمته نزه أبناء الناصرية من أن يكون لهم دور سلبي في هذه القضية. هو قال أنه قد تنطلي عليهم بعض الأمور وهم لا يعلمون بها، هناك مخططات هم لا يعلمون بها هذا الأمر، وطلب منهم الحيطة والحذر من هذه التحركات. لم يقل أنه هو لم يؤيد كثير من التظاهرات والمطالب السلمية التي نحن كنا مؤيدين لها، كنا مؤيدين منذ اليوم الأول لجميع المطالب السلمية التي طالب بها. طيب. التي هي تخص يعني مو فقط الناصرية، لكن كل العراق. خرج هناك تظاهرات في جميع أرجاء العراق من الشمال إلى يعني شيخنا المنطقة الغربية. بمعنى آخر أنه السيد المالكي نعت أهل الناصرية بالمغرر بهم، يعني لا مو بهذا العنوان مغرر بهم، لكن مرة شوف كلمة المغرر بهم، أنا وأنت نعرف هذه يعني هذه الألفاظ. لا مرة أنه عدم دراية، عدم إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، يعني مرة أنهم لا يعلمون في هذا الأمر. تعرف أنت هناك مخططات مخابراتية في العراق لتأخير كثير من الأمور ولإعادة أمور معينة، يعني عندما كانت في المراحل السابقة كيف كانت التعامل مع القاعدة ومع البعث، وبعدها الزرقاوي، وبعدها أبو حمزة المصري، وبعدها أصبحت داعش. هذه كلها مرت على العراق كأنما مخططات، كلها من خارج الحدود. طيب. بأيادي قد تكون منها عراقية وغير بس عراقية. شيخ ماكو دعوة، ماكو دعوة لحد الآن، عنوان الجهاد ماكو دعوة لحد الآن من قبل متظاهري الناصرية رفعوا أنه نريد إقليم أبدا. يعني دكتور نجم أيضا متابع للتظاهر. أحسنت، هو هنا 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 النقطة أستاذ عدنان. أحسنت، أنت أصبت كبد الحقيقة. أهالي الناصرية عبر عنهم السيد المالك بأنهم لا يعلمون بهذا المخطط، والسيد المالك يعلم مخطط خطوة لاحقة
وليس الآن، إنها خطوة لاحقة لهذا الأمر. فأراد من عندهم أن يدق جرس الإنذار أنه يا أخوان سوف يأتي برنامج حول هذا الموضوع وأنتم طيب. قد لا تعلمون به، أنا أعطيكم إنذار له. هذا طيب. هنا القضية شيخ، من هاي الجهات الناصرية بأنهم اللي تدير مخطط كبير ولا يعلم بها أهل الناصرية؟ من هذه الجهات؟ كل الذي يريد أن يبقى العراق والوضع على ما هو عليه، من أمريكا، من إسرائيل، من خارج الحدود. الآن هناك أجندات دولية كبيرة تريد أن يبقى الوضع مرتبك بالعراق. هذا الوضع ينفع كثير من البلدان التي قد تكون قريبة من العراق، في أنه لا تعمل هناك مثلا ما موجودة من موانئ، من خط الحرير، من هذه كلها هي تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه. أهالي الناصرية الكرام، أنا وصفتهم في كثير من أنه هي مشعل العراق الحقيقي، من مفكرين، من علماء، بعيدا عن هاي النقطة من شعراء. إذا كان يعني البعض يقول إذا كانت هناك جهة تعمل على أن يبقى العراق على ما هو عليه، أن تبقى الناصرية على ما هو عليه، هي الطبقة السياسية الحالية. لا، قد تكون بعض الجهات الطبقة السياسية المستفيدة من هذا الوضع، قد تكون، قد تعرف باللغة العربية تفيد التقليل والتحقيق، قد تكون هناك جهات معينة موجودة تريد الوضع على ما هو عليه ولها مكتسبات بهذا الأمر. اليوم نحن نريد انتخابات مبكرة، نحن أكثر الناس اللي يدعون للانتخابات المبكرة، وهذه الانتخابات المبكرة هي الجوهر الحقيقي للتغيير الوضع الموجود اليوم. هذه الانتخابات إن صحت وإن حصلت بشرطها وشروطها أن تكون الحكومة تدافع وأن تحمي صناديق الاقتراع وتحمي جميع الذين سوف يرشحون، سواء كانوا من الأخوة المتظاهرين أو من الموجودين بالعملية السياسية، يجب أن تحمى هذه حتى نخرج بانتخابات جميل. نزيهة حرة حقيقية تلبي مطامح هؤلاء جميل. الشباب والأخوة الذين موجودين في الناصرية، في البصرة، هو ما في ينطبق العمارة، على كلهم هو مشعل واحد. ما ينطبق على الناصرية ممكن أن ينطبق على باقي المحافظات. وأسأل أستاذ فارس حرام، يعني بالضبط، يعني اللي ممكن يحدث أو اللي ممكن أن توصف به الناصرية ممكن أن توصف به باقي المحافظات، على اعتبار أنه هناك اشتراك في الشعارات والأهداف والروح الشبابية اللي تجتاح المتظاهرين الآن. تعليقك أستاذ فارس. يعني أكثر من نقطة أثارها الشيء في مداخلته. النقطة الأولى اللي أريد أتكلم عنها هو طبعاً لم تصدر أي دعوة لفدرالة أو الفدرالية من الناصرية أو من غير أي محافظة من المحافظة. وهذا أكدها طبعاً الشيخ. بس أنا خلي نفترض فرض جدلي. أكو مخطط بالناصرية لإقامة إقليم. شنو المشكلة يعني؟ هو الإقليم هو مو دستوري؟ يعني هو من اللي سوى الدستور؟ مو السيد المالكي أحد الذين كتب أسهموا بكتابة الدستور؟ يعني كحزب ممثل، حزب الدعوة كان ممثل في لجنة كتابة الدستور، وكتبوا أنه الأقاليم حالة دستورية. زين، هو اللي يريد يسوي إقليم، يعني 10 شباب يطلعون يسوون إقليم، وهي إجراءات يعني تصويت لازم، 3 محافظات تصوت عليه، توافق عليه لازم، استفتاء وطني كبير. يعني هاي الطبقة السياسية ما موجودة بهاي الافتاء والهاي الحركة كلها ما موجودين، ويقام هذا الإقليم. وحتى لو فرضنا أراد الناس أن يقيموا إقليما هم، ألن تكون الأحزاب موجودة في المحافظة وتشارك في هذا الإقليم؟ لماذا هذا التخوف؟ علما أكرر مرة أخرى أنه لا توجد مثل هذه الدعوات، لأن تشرين أصلا كحركة هي خرجت بإطار عنوان عام. بس إقليم بناء على قناعات داخلية لأبناء المحافظات يختلف عن إقليم بناء عن مخطط خارجي إسرائيلي وأمريكي اللي يتحدث به شيخ حيدر. هو طبعا أنا هذا اللي دا أقوله، يعني أنا كلامي يريد يفرغ محتوى هذا الكلام، إنه مخطط الخارجي شلون يتنفذ بالداخل؟ هو يتنفذ إذا هو الطريقة دستورية، يعني ناس من 3 محافظات اجتمعوا، ناصرية وبصرة وعمار، يريدون يسوون إقليم، راحوا للدستور شافوا الدستور يوافق، سووا إجراءات صار إقليم.
المخطط الدولي شنو علاقته بهاي القصه يعني؟ يعني راحوا دزوا يعني اكو واحد يسوي مؤامره على العراق، يدز على مجموعه من العراق يقولون تعالوا مرخصتكم اريد اسوي مؤامره، روحوا استخدموا الدستور. زين هو الدستور موجود، هو يعطيني هذا الحق انا. شلون يصير مؤامره؟ المؤامره يعني اقامه عمليه غير دستوريه، تخريب البلد، يعني مو عمليه دستوريه احنا نسميها مؤامره. هاي واحده. النقطة الثانية انه الـ يعني انت نسيت انه بعض مطالب تشرين في البداية كان اسقاط النظام؟ في البداية، بس بعدين صححت القضية وصارت قضية اصلاح النظام، ولا تزال حتى هذه اللحظة الصوت الاعلى هو لاصلاح النظام، ولكن مع نمو ينمو يوم بعد يوم هو لاسقاط النظام. حاليا تنمو مثل هذه الحالة، وكل ما يزيد قمع الشباب ويزيد التنصل عن مسؤوليات السلطة أمامهم طبعا هم يميلون، يقول لك أنا إذا أجرب كل محاولات السلمية لأجل نيل حقوقي. أنا أتذكر قضية واحدة أذكر بها سماحة الشيخ وأذكر الجمهور أيضا فيها، يعني يوم 11 عدد الذين خرجوا في ساحة التحرير لا يكفي للقيام بمؤامرة، يعني كانوا عشرات واقفين ساحة التحرير. القمع الذي وجه به هؤلاء الشباب هو الذي جر البلاد إلى ما جرها إليه. يعني الفوضى التي يتحدث عنها سماحة الشيخ هي فوضى القتل 800 شاب لو قطع طرق لمدة شهر، يعني كان قارن بين الاثنين. يعني هذا دم هذا في كل الأديان السماوية وفي كل الأعراف وفي كل القوانين والتشريعات، الدم هو أغلى من غيره. الطبقة السياسية سفكت دماء أكثر من 800 شاب لمجرد أنهم طالبوا بإصلاحات للنظام، لم يطالبوا بإسقاطه، وكانوا حتى في الأيام الأولى يطالبون بإصلاحات، وحتى لم يطالبوا بالبداية بتغيير الحكومة، تغيير حكومة عادل عبد المهدي، وإنما كان هذه المطالبة لاحقا بعد أن تعرضوا إلى القتل والترويع. بس اللي تشوفه الكلام بلغة المؤامرات رواية الأب العليم، يعني أنا أبو العائلة، أنا عليم أعرف وغيري ما يعرفون، هذه عفى عليها الزمن. إذا أكو ملفات خليه تطلع، مثل مرة من المرات بالنجف ردنا نطلع تظاهرة، اثنين من أعضاء مجلس المحافظة قالوا أكو مخطط قطري سعودي إماراتي بقتل السيد السيستاني بتظاهرة. تظاهرتنا سنة 2015 طلعنا بالتظاهرة وخلصت وراها 6 سنوات وما حد وصل للسيد السيستاني. وين صارت المؤامرة القطرية والسعودية؟ قلت له طلع لنا الوثيقة، ابرز لنا اياها، يا قائد الشرطة عندك معلومات عن هذا؟ قال لا والله ما حد راواني اي وثيقة. يعني هم يقولون عن مؤامرة ما منطي نسخة من عندها لقائد الشرطة. طيب هذا كلام اغلبه كلام سياسي، الغرض من عنده يعني محاولة تمويه عن المشكلة الأساسية. طيب على ما يبدو استاذ فارس، السياسي العراقي على ما يبدو هذا السؤال للدكتور دكتور نجم انه الحكومه ليست رغبتها مع تغيير المحافظين على الاقل حتى موعد الانتخابات، يعني اذا تريدون تغيرون محافظين فنغيره بنفس الطريقه، ضابط عسكري فقط. ارحب بالشيخ اللامي واقول له هو تكلم بوضوح عن قضية أن السيد المالكي لديه علاقات في الناصرية وعلاقات داخلية وخارجية هي التي أوصلته إلى كشف قضية المؤامرة. ما هو يعني مع احترامنا وتقديرنا لكل المسميات، مؤامرة داعش ودخول داعش للعراق كانت أكبر من قضية أنه يقوم أبناء الناصرية بمؤامرة على العراق، ولم تكتشف هذه المؤامرة حتى دخلت داعش الموصل واجتاحت المحافظات العراقية. خروج السجناء من سجن أبو غريب كانت عملية أكبر من أنه ما قام بها أبناء الناصرية، 1200 داعشي خرجوا من السجون، ولم تكن الاستخبارات ولم تكن العلاقات الخارجية والدولية تعلم بما حصل في هذا الموضوع. للأسف أنا أتمنى ويعني أرغب في أنه في العلم السياسي أو في علم السياسة أن نبتعد عن هذه المسميات الخمسينات والأربعينات والستينات، قضية المؤامرة التي جاءتنا من الفكر الشمولي ولحد الآن لا زال السياسيون يعني هسه ماكو مؤامرات دكتور ويعيدون لوكها بشكل ماكو مؤامرات. بالحقيقة هناك تداخلات وهناك مصالح وهناك علاقات. أستاذ عدنان أنا شخصيا نظرية المؤامرة أو يعني لا أعتقد أنها بهذا القدر من الوضوح بحيث يمكن أنه
تستخدم كأداة. ما هو أي حراك كان يحدث في العراق قبل سقوط النظام كان صدام يسميه مؤامرة، يعني نفس المنطق، يعني شنو اللي سويناه في هذا الموضوع؟ هناك مطالب حقها للناس، هناك فقر، هناك جوع، هناك عوز، هناك ناس يجلسون في العراء، هناك قتلى، هناك دماء، هناك خدمات سيئة، هناك أموال تسرق، أموال تنهب، أموال باللهجة العراقية وباللهجة الناصرية تفرهد. للأسف لم يكن هناك أي ردود أفعال من قبل أي طرف لمواجهة هذه القضايا حتى نصل إلى مرحلة ندخل بسؤال دكتور. أرجوك بما يتعلق بسؤالك. نعم سؤالنا دكتور تفضل. بالنسبة ما يتعلق بسؤال حضرتك أنه فعلا هناك رغبة حكومية، وهذه الرغبة جاية من قضية أساسية أنه سيطرة أي تغيير على المحافظات راح يربك أوراق القوى السياسية وربما يحرجها ويحرج حتى داعميها. وأنا أعتقد أن القوى السياسية لن تسلم بسهولة إلى هذا الحراك. هي قبلت على مواجهة الناس وأعطت الناس أكثر من 800 شهيد ولا زالت يعني الضحايا مستمرة، لم تقبل. فكيف الآن عليها أن تستسلم وتقبل بهذا الأمر الواقع؟ نعم أنا أعتقد، لكن أنا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى اعتقال وسيؤدي في بعض الأحيان ربما إلى تساؤلات. هل أنه الانتخابات ستجري في موعدها المحدد أم أن مسلسل الموت سيستمر بشكل كبير جدا؟ نعم الأحزاب السياسية لن تقبل ولن ترضخ ولن تستسلم، لكنه بنفس الوقت يا سيدي الكريم هناك يعني شباب غير يعني أعمارهم صغيرة جدا لديهم نوع من الاندفاع. نتمنى أن لا يحدث يعني نوع أفضل من أنه نبقى دكتور. ويتمنى أن يحدث نوع من التفاهم. جميل، بس أفضل أنه نبقى نعم. في ما قاله السيد المالكي وهو في صلب هذه الحلقة، وأخذ إجابة من الشيخ حيدر أنه اللي طرحه الدكتور نجم أنه فعلا إذا كان السيد المالكي عنده إحاطة كبيرة فيما يجري من مؤامرات حول العراق وفي الناصرية، لماذا لم تنفعه هذه الإحاطة مثلا في الحفاظ على البلد عندما تم اجتياح مدينة الموصل والرمادي وصلاح الدين؟ تفضل شيخ. ولو أن الوقت اللي بقى قليل بس كثير من النقاط اللي أثاروها الأخوة. أولا بالنسبة للشهداء الذين سقطوا من المتظاهرين أو من الأخوة في الحكومة من الشرطة من الجيش، كل هؤلاء هم أبناؤنا أهلنا، دمنا واحد، نحن لم نرضى بأن يكون هناك قطرة دم على أرض العراق. حتى عندما كان السيد المالكي لم ظهرت عدة تظاهرات لم يكن هناك دماء. هذه نقطة مهمة، نحن رفضنا كل أنواع العنف سواء كان من المتظاهرين أو من الأخوة في الحكومة الدولة في الحكومة من قبل وزارة الدفاع أو غيرها. هذه نقطة مهمة جوهرية، نحن كنا مؤيدين للتظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق التي موجودة على أرض واقع. بالنسبة لسؤالك هذا أنا أجبت بأكثر من لقاء، وممكن أن يرجعوا الأخوة إلى لقاءاتي. هناك هيلاري كلينتون وأوباما قال بأنهم هم من أدخلوا الدواعش. وثانيا الحكومة عندما كانت لم تكن فقط السيد المالكي ماسك زمام، كل الحكومة مشتركة، كانت الحكومة نائب لرئيس الجمهورية وراعي للإرهاب، وزير المالية وراعي للإرهاب ويمول الإرهاب بأموال العراق. هناك كثير من الأطراف التي كانت تريد، والسيد المالكي بين ذلك من أين أتت الخيانة على قضية الموصل وإدخال الإرهابيين، وبينها عدة لقاءات. وقال أنا قلت للأخوة جميعا إن هناك مؤامرة وبدأت من سوريا، وحتى سمح السيد مقتدى الصدر عبر عنها عندما سألوه باستفتاء، قالوا أنا أذهب لقتال في سوريا، قال هم سيأتون إليكم، وهذا قبل أن يدخل الدواعش بحوالي 6 أشهر. القضية معروفة في من أدخل هؤلاء ومن شكرا ومن شيخنا، اسف لمقاطعتك، لم يتبقى لدي المزيد من الوقت. يعني انت اسمح لي الأخوة أثاروا عدة نقاط وكأنما نحن لا نعلم بها. العراق كيف يصل إلى هذا أن لم تكن هناك مؤامرات؟ كيف كانت البصرة في عام 2008 عندما كانت هناك مؤامرات؟
مؤامرات من قوى خارجية تدعم كل الموجودين. أليست هناك قوى خارجية دعمت كل الذين كانوا يقتلون بالعراق ويفجرون بالعراق؟ أليست السعودية من كانت رأس حربة في قضايا إرهابية عندما بعثت أكثر من 5000 كنت أتمنى أدنى وقت أكثر الشيخ حيدر اللامي عضو ائتلاف دولة القانون، آسف للمقاطعة، وأيضا شكري أنتم إن لم تعلموا الناشط الأكاديمي من النجف، شكرا شيخنا. فكتب عليكم أن تمارسوها وتعلمون ما موجود شكري. على أرض العراق، أرض العراق هناك مؤامرات داخلية دكتور وخارجية. شيخنا آسف جدا ما عندي وقت، يعني كنت أتمنى لو حاضر من وقت يعني في البرنامج. أثرتم كثير من القضايا أستاذ، شكرا جزيلا. شكرا للدكتور نجم عبد الطارش الغزي أستاذ في جامعة الدقار من الناصرية. شكرا لضيوفي الكرام. سؤال حلقة اليوم: ما هو رأيك بحديث